السلام عليكم، اهلا وسهلا. هالمساحه هاي قد بستفيد منها بسويها ولا بحولها الى شو؟ وركشوب. ما يسوي هذا هنا ولا داخل؟ هني كونكريت. زين، حطي فونديشن. والأوبجكتس بنحط بابين على أساس إنه يسوون من داخل. تعرفون أنت الشغلة هاي ما عرفت حلها برايه خلاص. فمفروض إنه ما يسوي دار داخل على فكرة، يمكن أنا أحطي غلط. ليش بعد ما توصل أوتو سيفينج انقذنا في حالة الطوارئ؟ الأوتو سيف هاي شو مسوين خياس؟ لا بسوي هنا وركشوب. محتاجين وركشوب على اساس يكون منهم فايده جماعه، بدل ما هم جالسين في السجن فاضيين. اول شيء بضايف يتعلمون، نفتك من حشرتهم، يسوون انتاج، نستفيد منهم. يعني دام منهم موجودين وموجودين يكون منهم فايده بدل ما يكونوا بالطريقه هاي. عندي السجن شوي ها احس انه ما يتحمل الصراحة جماعة. شو يبي يسوي سير هناك؟ قلت لي يسوي الارضية. يو طبعا بما ان هاي المجرمين خياس انا ما دانيهم كالعادة، لازم على الباب هني متل ديتكتر. ما في خلاص، كان مكان معزول. والمطبخ نفس الشيء لانه خليت مساجين يشتغلون فيه. والله يعور البطن هذا المتل ديتكتر، على فكرة غالية. ديتكتر حطيه على المطبخ، ما اثق في المساجين. هاي اللي يطلعون شيء من المطبخ يسوون فيه جرائم، ما فايق لهم الصراحة. وهذا بعد بيحتاج كهرباء. هاتوا له كهرباء. اسمنتل هذا، هاي المكان بيتحول لغرفة وركشوب. الوركشوب فيه بولة. الوركشوب يبالة وركشوب سو. نشيل هذا. وين وركشوب سو؟ وركشوب سو. يبالا وركشوب بيرس. برس. يبالا كارفنتر. شو كان هذا كارفنتر؟ اظن يرمون يدخلون عادي اتوقع. اتوقع بيكون كفاية بس ما يحتاجون اكثر. بطل الباب يا الحارس، تعبانين ترى. في غرف راحة يعني، المفروض مش كلكم شغالين بالطريقة هاي. انا ما حاط كل حد في عندي 5 دوغان الارس. روح ارتاح انت. يبالنا غرفة حق الموظفين هني راحة، بس عندهم هني بس احسه بعيد. احسه بعيد شوي صراحة. كلهم سووا لنا وركشوب على اساس تسوي كلاسات وركشوب. الوركشوب شيء خطير، يكون في وايد مواد ما نباهم
هم المجرمين يتعاملون فيها. شوف اوكي، يبقى له طاولة. انا ما قريت طاولة قبل. طاولة هنا مو مشكلة، خلي يكون اصغر شوي، مش قضية يعني، مش قضية. هاي الخياس يستاهلون حيث المفرد يا عيل. بس في غرف فاضية حقهم، انا متأكد في حد شرت من عندي، ما ادري احس. هاي اللي حطيت لهم هني بروحي مكان، نبي لهم اكل، كانوا ما يقدرون يوصلوا كفتيرة اللي هناك، خلوا هني المطبخ بيجيبوا لهم. مشكلة اصلا ان اصلا هذا شكلي بغير مكتب عقب. انا مسوي لك النكت هذا صح؟ لا مو مسوي لك النكت، مو مسوي لك النكت، هذا مسوي لك النكت صح؟ هي مسوي له بس مو شغال. عندي ناس شغلتهم اثنين بس على السي سي دي بي من كثر الكاميرات. تعال كمان بالكهرباء. وصل لك كهرباء مش غلط. اوكي ابى اشتغل معه. هالنجل بهني يدور في دور، دائما في حد، دائما في حد هني، دائما يسوون شيء. هاي معاناة هذي الناس. انزين خلينا نشوف اوبجكتس 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 اوبجكتس. حطي للمجرمين هاي التليفون، حطي لهم عندنا ويت اثنين. خاطر لو كان في مكان نفس حكرة سلة ولا شيء، ولا عندي طاولة زيادة بنحطي لهم اياها، خليهم هني يلعبون طاولة. اخر شيء مو مشكلة. زين نروح ريبورتس انتك. نسيت هي بروجرام، نبغى وركشوب سكجول. حطينا وركشوب فور انترستد، في 4 يبغون يدخلون وركشوب. اوكي ممتاز. استاك شو ما اعرف صراحة، بس لحظة وين الليتات؟ واو ابوك، خلنا بطل لكم الباب لحظة. اوبن دور. ها يبقى اكل، اكل موجود عندك محطوط هنا، اجيب لكم اكل. شكلي بحول هذا مطبخ وبشل هذا بدي مكان ثاني. ممكن اسوي اكستنشن صغير هنا مطبخ على فكرة، يعني مش قضية. اسوي هنا كيتشن وكانتين حقهم بروحهم، بسوي لهم بعدين مو مشكلة. تمرن تمرن اقول لك لين تستوي راعي المشاكل وادقك واحطيك في الانفرادي. في ناس من اوكي عندي السجن ما قاعد يهدى. سيريوس كومبلينتس، كله سيريوس 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 سيريوس، كله سيريوس كومبلينتس. خاطر اعرف ليش تضربون على الشاور هذا، في شاور ثاني هني. كيف بسوي هذا شاور؟ في شاور هني، انتو مو عندكم شاور صح؟ اللي مو عندكم شاور بنسكر هالمكان. حاول شاور تي برا، مشكلتكم اذا يستوي زين. هذا شاور يبغى له شاور هد. اوكي شاور هد
كامل. خلي هاي اللي يتبع هنا مشكلة تبع بعد منهم المكان مشكلة تبع. خلنا نشيل التبع الاسم هنا utilities نبغى ماي مع اساس ما يتزاحمون مكان واحد باهم مقسمين سياسة فرق تسد. هذا اللي انا احاول اسويه فرق تسد. تعال تعال بابا تعال راعي مشاكل انت. حصلوا عند حد مجرمين مجرمين هنا كنت اتعامل معهم. ابو هاي يطلعون من هني ما يروحون هناك يتسبحون اخوه هني شاور بكل بساطة برا عتي على الحشيش مشكلتهم. حد قال لهم يسوي مشاكل نعطيهم وقت حق الشاور يتضربوا. شو تبغى شو تبغى سقاشر على الاركيد. منو حصل عنده هذا مخدرات؟ ها قول مخدرات انت. في دكتورة ثانية وين ترتاحة؟ ما حد متلعبت غير دكاترة وياهم. فود اوكي لا لازم اسوي لهم مطبخ وليس لهم مشاكل هاي. نبقى عندي مطبخ وكانتين بشيل الكانتين هناك. عندي فلوس اسوي مطبخ واسوي لهم كانتين هاي بروحهم. في مطبخ صغيرون تي كانتين حق ابو 15 نفر. هذا بشلب من هني كله ريديوز كوكت مع انه شيء كانتين حقهم على فكرة. اهم شيء سوينا نحن الوركشوب سوينا الوركشوب شكله ما حد يبي يدرس في الوركشوب اصلا. وركشوب Time, YouTube, Prisoners, Program, Edit Schedule. عندهم Classroom, عندهم Kitchen, عندهم وايد شغلات. روم أسوي كلاسات أكثر Kitchen. روم أحط كلاسين Kitchen زيادة لأن عندي مطبخ زيادة. روم أسوي كلاس ثاني. حلو. آه. عندي مطبخ هني. عندي مطبخ هني. عندي مطبخ هني. اروم احط لي ثلاث كلاسات بس حق المطبخ الناس اللي تبغى تتعلم تو انترستد. اوكي مو منه فايده علي ادفع فلوس اذا كان في اثنين ما منه فايده. وركشوب عندي واحد شغال. فاونديشن بروجرام 11 انترستد بس هذا اللي ما دورت فيه. كل مره اقول بدور فيه ولا ادور فيه. اوكي ريكويرز انترنس اوبجكتس ستاف دور بس حاليا ستاف دور. اوكي انا اقول لا مش ستاف دور اوبجكتس جيل دور. هنا يكون جيل دور لا وراء هذا هذا قاضي والله. خليني اخلص المطبخ يمكن يكفي. انزين بسوي لكم اخر شيء مطبخ. مطبخ ستاف دور هذا كيتشن. خلونا نشيل اللي هنا كله ما نتحمله شوي تحمله. دسمانتل مش دم لا دسمانتل دم يعني حق زباله ما نبغى حق زباله. دسمانتل رومز نشيلها كمان كبرة زوا انت والله يخسكم خياس. مجرمين مجرمين لا تقولوا لي والله لو ما اعرف شو وهاي مجرم منو كلهم نفس الزفت والله كلهم نفس الزفت كلهم نفس الزفت. نبى ثلاجة نبى كوكر نبى سيرفنج تيبل نبى مغسلة
طاولتين، ممكن احطي اذا رتبه عدل احطي هنا بالطريقه هاي، يمكن بعدين ازيد واحده. الحين تشوفوا هذا كفايه، تم صدق انا اشوف ما يستاهلون شيء اصلا بصراحه. تبون الصدق يعني، شوفوا شوفوا كيف الارض خايسه، شوفوا والله انه كلمه ما يستاهلون شوي. زين حد يبطل لهم الباب يعني، لازم انا كل شوي ابطل الباب. كهرباء كيف وضعها الحين؟ اوكي يمكن نحتاج امتداد كهرباء جديد على فكره قريب. الوضع خطير شوي بصراحه. نبغى هني لوجيستكس، خلهم يشتغلون، حصل لهم وظائف ممكن نلهيهم شوي. كل ما نحصل لهم وظيفة كل ما نفتك منهم. اوكي الكلب اسوي شغلة حلو. شوفوا شوفوا السجين، هاي ابو مخدرات خليه يطبخ كيف. الصراحة وضعه ما مطمن. واحد قاعد يقول مخدرات، هم وين طلع؟ اوكي ها صار عندهم كانتين على الاقل عن الحشرة. في طباخ واحد هنا يعني. اوكي السجن على فكرة صار كبير، عند منو حصلوها؟ ضرابة ضرابة عليك ضرابة دهوان. ولحن انا بستقبل السجن غير قاعد يشردون، وين يروحون؟ هذه حلقة الورشة. خلاص خلاص لا خلاص، انا هاي اللي بيطلعون بروحي وخلاص، هاي الحلقة هي الورشة بس. كان الله اخبارا رهيبة. اذا عجبتكم السلسلة بنكملها، او يمكن ما نكملها حسب انتم كيف عجبتكم السلسلة باذن الله. حياكم الله.